المحور الدولي، تحدثتم قبل قليل عن الكيان الصهيوني. هذا الأخير أعلن اعترافه بما يسميه والعهدة على الراوي سيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية المحتلة. هذا الأمر وصفته الجزائر بأنه صفقة مفضوحة تنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن واللوائح الأممية. ما تداعيات هذا الاعتراف الوهمي على المنطقة؟ تداعيات اللي تهم تداعيات، أنا بالنسبة لا حدث، لأن فاقد شيء لا يعطيه، هم بروحهم ما احتل الأراضي الفلسطينية، والآخر يعترف له كذلك باللي الأراضي الفلسطينية نتاع إسرائيل. هذه كلام فارغ، هذا فيه مشكل مطروح لازم يتحل، ويتحل حسب القانون الدولي وعلى حساب مع الأمم المتحدة ومع مجلس الأمن.